فعلم ما لم يعلموا فاجعل من فعلم ما لم تعلموا السلام عليكم ورحمة الله. من أحد مساجد مدينة كيب تاون وتحديدا مسجد الشافعي، حيث نحن الآن في هذا المسجد يقوم الشيخ بتعليم الطلبة الجنوب أفريقيين تلاوة القرآن، حيث نستمع لتلاوة أحد الطلبة للشيخ متى يسمع من سورة الفتح. بعد أن ينتهي سنحاول أن نسأل ونتحدث مع الشيخ يوسف خير الدين عن طريقته لتعليم القرآن الكريم في هذا المسجد. السلام عليكم شيخ. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. حدثنا قليلا عن الطلب الذين تدرسهم. طيب. You talk Arabic or English? What are you English better. These students, any of the students are full-time students. They take some take 2 years, some take 3 years to memorize the Quran. After they go back to the secular school, where they go and finish their high school, and then after that, some of them come back again. No, they go to university. Okay. Whatever they want to study, or some of them go on to study the ulama in the country. Inshallah. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, I'm just going to translate what you said, and okay. In the meantime, you can. Okay. Shukran, Sheikh. طبعاً سألنا الشيخ عن الطلبة هنا الذين يقوم بتدريسهم، فهو قال بأن بعض هؤلاء الطلبة هم طلبة فول تايم أو بمعنى أنهم يقومون متفرغون تماما لقراءة القرآن الكريم هنا، حيث يأخذون تفرغ من مدارسهم، بعضهم يأخذ سنتان وبعضهم يأخذ 3 سنوات يتفرغ تماما لتعلم القرآن الكريم هنا، وبعد انتهائه من حفظ القرآن الكريم يقوم بالعودة والالتحاق إلى مدارس الدولة الحكومية، حيث يلتحقون ليكملوا دراستهم. بعضهم ينهي أيضا حتى دراسته الجامعية، وبعضهم ينهي دراسته ويتخصص في العلوم الإسلامية والقرآنية كما قال الشيخ، لكي يصبحوا علماء وأئمة وأيضا شيوخ. طبعا أيضا في هذا الوقت نرى الشيخ يستمع لتلاوة أحد طالباته. طبعا سألت الشيخ يتحدث قليلا اللغة العربية، ولكني سألته هل بالإمكان أن يجيب باللغة العربية، فقال الأفضل بالنسبة لي والأسهل أن يتحدث باللغة الإنجليزية. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا
Assalamu alaikum, Shaykh. How many students do you have? We only have 8 students, full-time students. Mm-hmm. The small ones, so you just come for holiday for part-time. Okay, and I also see that you have just one female student. Yeah, this is a brother and sister. Okay, so... We had five girls that finished there, very good houses. How fast was it? Yes, but then after that no girls came again. Mm-hmm. So we said no more girls then. Okay. When they come again, we say open. Okay, shukran, سألت الشيخ عن عدد الطلبة الذين يتعلمون القرآن فهو قال يملك من الطلبة حوالي 8 طلبة وهم متفرغون تماما لتعليم القرآن الكريم أما البقية فهم يأتون في فترة العطلات وأيضا سألته بأنه كم عدد الإناث طبعا طلب الإناث فهو قال في الوقت الحالي هو طالبة واحدة ولكن منذ فترة قد تخرج حوالي 5 حافظات من هذا المسجد ما شاء الله ختاما طبعا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك ما كنت منه تحيدا ونفق في السور